السلام عليكم. اليوم غنشارك معكم طريقة سهلة وبسيطة وسريعة لتحضير الكرومبل وبمكونات بسيطة. نبداو على بركة الله. أول حاجة كندير الطحين، كنزيد السكر، كنزيد الزبدة، غير الزبدة نكون مخرجاها من قبل من الثلاجة، يعني تكون على درجة حرارة المطبخ كيف ما راكم تشوفوا معايا. كنبقى كندمجها بيدي حتى كنحس بلي المكونات كلها دمجت مع بعضها. أنا بالنسبة للنكهة هنايا استعملت شويه ديال الفاني كيف ما راكم تشوفوا، مي على حساب فاش انا غنخدمه. بعض المرات كنخليه ناتشورال، بعض المرات كنزيد عليه الفاني، بعض المرات شويه ديال القرفه، بعض المرات قشور الحامض، يعني وانتوما وفاش غادي تخدموا. كنبقى غاده حتى كتولي لي العجينه بحال هكا. فلاطة الفران كنخويه وكنبدا كنسرحو بيدي. المقادير كلها غادي نخليها لكم في صندوق الوصف، راه ساهل ودغيا دغيا كيوجد، ما تغفلوش عليه في الفران حيتاش كيطيب دغيا. غادي ندخلو الفران على درجه حراره 180 وهذا هو الشكل ديالو. كنخليه حتى يبرد عاد كنبدا نهرس فيه هكا. كنتمنى الوصفة تجيكم سهلة وتجربوها، ونلقاكم على خير والفيديو جديد إن شاء الله. نلقاكم على خير.